يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يستطيع المرء ترويض نفسه على التدبر وقراءة التفسير والحفظ مع وجود هذه الهموم في الحياة الدنيا؟ وكيف يطرد الإنسان هذه الهموم التي تشغله عن العلم وتعلمه؟ استعين بالله عز وجل، استعين بالله، وإذا استعان بالله وصبر أعانه الله وسهل عليه طريق العلم. يستعين بالله، توكل على الله، يعتمد على الله، ويتعلم العلم ويسر الله له. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم.